أهلا، عليكم السلام. مرحبا الشيخ. مرحبا يا جاسم، تفضل الشيخ جاسم. حبيناك كثير مع برنامجك. الله يحفظك ويكرمك ويجزيك خير. تفضل جاسم، هل هناك والشيخ بصمة نريد معينة؟ تدعينا ونريدك تزورنا على العراق على الشمال. أبشر بإذن الله، بإذن الله. جاسم، هل هناك بصمة احنا معينة بنتأخر. لك أو لغيرك تريد أنك تفيدنا بها؟ كيف شيخ ما سمعتك؟ أقول هل هناك، يعني أنت تابعت معنا البرنامج ربما عدد من الحلقات الماضية أيضا، إيش أكثر هذه البرامج أو البصمات تجد أنها أثر واستطعت يعني من خلاله أن يكون لك شيء من يعني التأثير في الواقع؟ والله يا شيخ احنا نتابع برنامجك كله. الله يكرمك ويجزيك خير ولا يحرمك الأجر يا جاسم، بارك الله فيك. أختي آية ليبيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا بنتي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يكرمك ويجزيك خير. والله فرحانين. تفضلي أختي، الموضوع يبدو أن آية ذهبت من عندنا. طيب نعود إلى ما كنا فيه. حقيقة هناك عدد من الإخوة كان أرسل لي أثناء الأيام الماضية يسأل عن يعني البرنامج في جزئه الثاني، فأنا يعني أخشى أن يتصل بعضهم ويبدأ يسأل، فدعني أجيب عليه قبل أن يعني أن يسأل عن ذلك. طبيعة البرنامج عندنا أننا نتكلم عن أشياء يمكن للإنسان أن يفعلها من نفسه دون أن يعتمد في ذلك على هيئة معينة أو وزارة أو مؤسسة اجتماعية، ولا يحتاج أن يكون عنده يعني مال أو يكون عنده يعني قدرات كثيرة. يعني مثلا نحن لا نتكلم عن فضل بناء المساجد لأننا الناس كلهم يعرفون فضلها، وأن تخاطب بهذا الكلام فئة معينة هم أصحاب الأموال. نحن لا نتكلم عن مثلا نصرة المسلمين عسكريا في البلد الفلاني، لأن المستمعين إلينا ليس هم وزراء الحرب أو وزراء الجهاد والقتال أو الدفاع في الدول الإسلامية، وبالتالي نحن نخاطب عامة الناس الذين يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وبالتالي هذا الذي يستطيع أن يفعل شيئا هو الذي نتكلم معه في مثل ذلك. يعني مثلا جميع الحلقات نتكلم عن أشياء لا تحتاج منك لأجل أن تفعلها إلى إنفاق مال كثير، أو إلى أن يكون حتى معك سيارة، أو إلى أن يكون معك ربما يعني قل إذن رسمي من حكومة أو شيء. تكلمنا عن ذلك كثيرا وسوف أكمل الكلام عليه، لكن عندنا تقرير آخر عن بعض ما فعلناه خلال الجزء الأول، نأخذكم في مشوار بسيط معه ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك. كن أينما حلت خطاك. هذه كانت فكرتنا اليوم، ناخذ عمال نظافة المطاعم الفخمة، ولأنه عمال النظافة أصلا صعب أنهم يروحوا هذه الأماكن لسبب بسيط جدا، أنه معاشاتهم الشهرية بالكاد تكفيهم نهاية الشهر. أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك، وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. حافظ القرآن ولا لا؟ حافظ. حافظ لك علي. طيب سامع، حافظ سورتي؟ الحق. الحق، يلا سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق، كذبت ثمود وعاد بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. برافو عليك، ربنا يحميك يا حبيبي، ربنا يحميك يا طلال، ربنا يحميك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. اهتمامنا بوجود مكتبة ذات كتب قيمتها عالية يدل على اهتمامنا
بأن المسجد مكان للعلم. كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. زي ما انتم شايفين اليوم بنينا مكتبة في أحد المساجد، وإن شاء الله نطمح بعد كده أن يكون في مكاتب في كل مسجد. الحمد لله اليوم شعرنا بإحساس جميل ورائع بأننا وضعنا بصمة لنا من خلال زيارة إخواننا المرضى. الحمد لله إحنا اليوم زرنا المرضى في المستشفى وحاولنا قدر المستطاع أن نضع بصمتنا، ولازم حتى أنت كمان تضع بصمتك. كم من الأسر وكم من الأشخاص شفناهم في بيتهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إهمال، عدم اهتمام، خلاص أصبح شخص غير مفيد. بالعكس أي شخص ممكن تستفيد منه، لأنه حتى الشخص هذا من ذوي الاحتياجات الخاصة عنده عقل، عنده إمكانيات، ممكن يكون شاعر، ممكن يكون كاتب، ممكن يكون علامة، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون شخص عنده إنجازات في الكمبيوتر، في مجال النت، في أكثر من مجال. هؤلاء الأيتام يحتاجون إلى قلب رقيق يعطف عليهم ويمزح دمعتهم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال النبي: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه يلين قلبك وتدرك حاجتك. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيها الأحبة عدد من يعني تقارير، وإن كانت حقيقة هي أكثر من ذلك بكثير. يعني الأخوة كانوا معي أيضا في مستشفى الأمراض العقلية، وكان أيضا لهم مشاركة في إصلاح المساجد والعناية بها، لكن أيضا ما أحببنا أن نكون يعني إعادة لما سبق، وهي موجودة كلها أيضا في موقع الإخوة في إقرأ، وموجودة أيضا في موقعي كل الحلقات من أراد أن يراجعها، وأظنها موجودة في يوتيوب وفي غيرها أيضا. نعم، معنا اتصال الأخ فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فهد. يا مرحبا، كيف حالك يا فهد؟ الله يجزاك خير. طبعا قبل أن نسمع الأخ فهد، الأخ فهد جزاه الله خير يعني له بصمة يعني موفقة. الأخ فهد أنشأ منتدى كامل بعنوان منتدى ضع بصمتك، يتضمن في موقعي، فنريد أن نستمع إلى الأخ فهد جزاه الله خير. وأظن الإخوة، أظن الأخ فهد أرسل بعض الصور أو كذا، لعلهم يعرضونها أيضا. تفضل يا أخ فهد. تم يا شيخ. الله. صراحة يا شيخ ارفع صوتك كثير. شوية فهد. أقول صراحة يا شيخ فرحنا كثير بعودة البرنامج هذا وشيء. الله يكرمك. وصراحة كثير كانوا يسألون عن البرنامج. الله يكرمك. صراحة يا شيخ أول ما بدينا فيه مجلة ضع بصمتك، ما شاء الله، كانت بعدة لغات، التركية والإنجليزية والفرنسية، ما شاء الله، واستفاد منها كثير ما شاء الله. هذه نشرتوها فهد في الإنترنت؟ أي نعم، هي موجودة في الموقع وفي المنتدى جميعا. جميل، ونشرتوها للناس في إيميلاتهم؟ أي نعم، أرسلناها كرسالة على الإيميل لحدود تقريبا حوالي 15,000 عضو تقريبا. ما شاء الله. وهالأعضاء يرسلونها إلى أصدقائهم عاد؟ أي نعم، وبعضهم ينقلونها إلى منتديات أخرى يا شيخ. يعني أنتم ترجمتموها لكم لغة؟ ترجمت إلى 3 لغات، التركية والإنجليزية والعربية. من اللي ترجمها؟ الشباب المشاركين في المنتدى؟ والله فيها بعضهم أعضاء في المنتدى وبعضهم من تقريبا شركة قامت ترجمة. ما شاء الله، الله يجزيكم خير، والله أخينا شيء إنسان. يتفضل غيره. أي نعم، وكان في لنا بصمات يا شيخ في المنتدى، قسم ضع بصمتك. صراحة الأعضاء قاموا بزي ما تقول المواضيع اللي في المنتدى اللي في البرنامج حقك يا شيخ، يتناقشون فيها ويسوون لهم حملات وفي المنتدى وخارج المنتدى صراحة. ما شاء الله. يعني مثلا إذا وضعنا حلقة عن المساجد مثلا، أو حلقة عن جمع الطعام، أو حلقة عن العناية بالأيتام، أو عن غيرها، أو بوالدين، أو الديون، كان الشباب يتفاعلون معها ويعملون حملات. نعم يا شيخ، يتفاعلون معها ويتناقشون فيها ويسوونها ويطبقونها يعني في المنتديات. طبعا شغلنا كله الكتروني عن طريق الانترنت. ما شاء الله عليك. يعني الحمد لله. ما شاء الله. واحب اشكر صراحه المشرفين والاعضاء في المنتدى والاداره كلهم صراحه. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم. الله يجزاك خير. لكن فهد، المشاركون في المنتدى اعدادهم كبيره؟ الزوار صراحه في الملايين يعني. ما شاء الله ما شاء الله. والاعضاء وصلنا حتى الان 15,000 عضو تقريبا. ما شاء الله. طيب فهد، تعطينا الرابط لمن اراد ان يدخل على المنتدى؟ رابط المنتدى. رابط المنتدى او هو داخل في الموقع اظن؟ مو
موجود هو في الموقع الرسمي. طيب أعطنا الموقع، خل الإخوة من أراد يسجله يسجله. الشباب أنتم عندكم موقعي الأستاذ أكرم، لو تطلعونه على الشاشة تطلعون موقعي.